طب قول يا عطيات يا ولاد. ده صوت ابوك. ايه ده انت هنا يا حسن؟ ايوه. ليه ساب الوكاله في ساعه زي دي؟ اصلي كنت تعبان شويه وبعدين البركه في حضرتك كنت موجود. تعبان ليه؟ انت اللي تعبه. انا؟ ازاي؟ مش عايز تريحه وتخطب له العروسه اللي قالك عليه. انتوا متلخبطين كده ليه؟ مش عايزين تقولوا لي الحكايه ليه؟ هي البنت مالها؟ ولا كمنها فقيره وملهاش حد؟ ماما لازم تعرف الحقيقه يا بابا. لا حقيقه؟ لازم تعرف. حسن مامتك عارفه كل حاجه. ايوه عارفه ان الحلوه بنت ابراهيم المناديل اللي كان بيشتغل عندي في المحل انها بنت فقيره وغلبانه وملهاش حد في الكفر زي ما بتقول. ماشي، دي الحقيقه اللي انت كنت عايز ماما تعرفها ولا ايه؟ طب وماله يا ابني؟ ما انا عارفه كل ده. على العموم يا عطيات احنا ملناش حق التدخل في اختياره. ثم هو مش عايز البنت دي خلاص، لان انا شفت له بنت غنيه من اسره كويسه غنيه كده وانا قررت اخطبها له خلاص. هي مين يا حسن؟ بابا هيقول لك. كاميليا بنت المعلم جودة. كاميليا بنت المعلم جودة؟ عن اذنكم. حسن رايح الوكالة يا بابا. طيب استناني هناك، انا هتغدى وحصلك. يلا عطيات جاهزين الغدا. ايوه بس كاميليا اللي بتقول عليها دي ايه مالها؟ هو صحيح ابوها غني ومعروف، لكن لكن ايه؟ لكن مفيش نسبة بينها وبين الحلوة. عطيات أنا مش عايز أسمع سيرة البنت دي على لسانك مرة تانية، فاهمة؟ منور منور يا معلم جودة. الله يبارك فيك، ده نورك. خطوة عزيزة. الله يعز مقدارك. حلوة القهوة مش كده؟ الله يكون اللي يجي من ناحيتك كويس. ها؟ إيه أخبار الدنيا؟ والله من جهة الأخبار مش ولا بد. أخبار زفت بعد عنك. أعوذ بالله، ليه كده يا راجل؟ أنا كنت جاي عشان أسألك على الجدع المدرس اللي عندك اللي اسمه زكي فندي ده. زكي فندي؟ قصدك زكي أفندي أطران؟ مال؟ هو الجدع ده مش ناوي ترفضه وتخلصنا منه بقى، ولا أنت إيه حكايتك بالظبط؟ طب أفهم بس، عمل إيه؟ وحضرتك مش تعرف بنت سعدية؟ بنت سعدية؟ الحلوة. بل انا مش عارف الجدع ده عمال يلف ويدور حواليها بتاع ايه. طب انت ايه اللي مضايقك؟ انت يعني تهمك في ايه الحلو؟ يا سلام، ضحكتني في المدرسة يا حضرة الناظر. لو انت لا مؤاخذة ما بلغكش. بلغني ايه؟ بشوف حضرة الناظر، أنا مش جاي لحضرتك دلوقتي عشان زكي أفندي الواد المدرس اللي عندك، ده أنا مؤاخذة ضاعف في عصب أصبعين كده، إنما جاي عشان أقول لك إن أي واحد حاطط عينه على الحلوة لازم يصرف نظر عنها. قلت إيه بقى يا عبد الوديع أفندي؟ طب أفهم بس، إيه مناسبة الكلام ده؟ لا مؤاخذة أنت مش فاهم صحيح ولا بتستعبط؟ عاوز تقول إيه يا معلم؟ انت فاكرني نايم على ودانا يا راجل طيب ولا ايه؟
عيب على شعرك الشايب وكرشك المددل واسنانك المهرتمه. اولا انا شعري مش شايب واسناني مش مهرتمه وكرش مش مددل، انا شباب وهفضل شباب على طول. كده تبقى تدور على غيرها بقى. انت قصدك يعني يوم ما فكرت اني اخطبها؟ لا لا لا، انا صرفت نظر عن الموضوع ده خالص. بس ابنك اسماعيل لسه ما صرفش نظر. ابن اسماعيل؟ ايوه، ما هو الاخر لازم يصرف نظر عنها ويبعد عنها، فاهم؟ طب وحضرتك باي صفه بتطلب مني الطلب ده؟ بصفه فتوه الكف. هو كده، ما انا هكلمكم بصفه فتوه الكف واخد الحكايه فتوانة، واللي مش عاجبه يجي يشطر بقى. قلت ايه يا عبد الفن؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا علقاوي. ايه ده؟ انت بتدعي عليا؟ يا معلم يا معلم، احنا مش فتوات، وعيب انك تيجي هنا تهددني في مكتبي. اهلا 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 يا معلم جوده. اهلا اهلا يا اخوي. ما اهلنش ليه؟ اسماعيل تذكير ضروري صباح الخير، ما قلنا اهلا. يا معلم انا مش بقول له صباح الخير، انا بقول له تذكير، ده عنوان درس في اللغه العربيه عندنا. انا لما عرفت ان المعلم بوده موجود عند حضرتك. انت خلصت حصتك؟ ايوه ايوه خلصت الحصص وكل حاجه وكل حاجه. المهم دلوقتي اذا سمحت لي يعني بعد اذن سيادتك انا عاوز اقعد معاكم شويه. فرصه بقى فرصه بقى، والمعلم بوده موجود شخصيا. انا اصلي كنت حزوره النهارده في الدكان، لكن الحمد لله الفرصه جت لوحدها. تزورني انا؟ ايوه. بمناسبه ايه ان شاء الله؟ هو مش حضرتك برضو تعرف الست سعديه صاحبه القهوه؟ جالك كلام يا حاج ناظر؟ سامع ولد اسماعيل؟ استنى عليا يابا، اديني فرصه اتكلم بالراحه عليا شويه. انا مبسوط جدا ان المعلم جوده شخصيا معانا النهارده ودلوقتي بالذات، لان هو كمان كان شاهد زي الاستاذ المأذون ما قال لي، وحضرتك كمان كنت شاهد. شاهد على ايه؟ شاهد على جواز الست سعديه من عم مختار ولد الحلوه. سامع يا بديع افندي؟ سامع؟ جالك كلامي؟ الله، ايه الحكايه؟ عايز تقول ايه؟ ايوه احنا كنا شاهدين وعارفين ان الحلوه تبقى بنت مختار عبد الله. سامع يا والدي؟ يعني مش بنت من غير اصل زي ما حضرتك كنت بتقول. حضرتك عايز توصل لايه بالظبط؟ لا انا مش عايز اوصل لاي حاجه، الاعتراض ده كفايه عليا، هو ده اللي كان ناقصني وده اللي كنت هاجي لك النهارده مخصوص علشانه. عن اذنكم. عن اذننا ده ايه؟ اقعد هنا. ولدي عيب كده يا معلم عيب. واذا كان على السيفته اللي بتتكلم عنها دي، اسماعيل ابني مستعد يسيبها لك. اشربها. هي مين دي اللي اسيبها له؟ الحلوه. اسيبها له يعني ايه؟ يا ابني يا ابني، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، وده مش ريح، ده بلدوزر، وانا سامع حذرتك. الله، طب والمعلم جوده داخله ايه في كده؟ داخل ايه؟ ما انتش عارف داخل ايه؟ وحش قوي ده يا معلم، وحش، لاني انا شخصيا مش عارف اعمل ايه. احتمال اضربك مثلا؟ اضربني. ايه هي الحقيقه اللي انت كنت عايز تقولها لمامتك؟ ما تتكلم، ما بتردش ليه؟ حضرتك عارف انا بقصد ايه؟ لا انا ما اعرفش حاجه، انا يهمني اعرف منك. ماما كانت بتسالني عن الحلوه ومصره تعرف انا غيرت رايي ليه ومش هتجوزها. كنت ناوي تقول لها ايه بقى؟ كنت ناوي اقول لها ان الحلوه تبقى اختي بقى. كده مش هي دي الحقيقه يا بابا؟ ومين قال لك ان هي دي الحقيقه؟ ناس كتير. احب اعرف مين. امها سعديه والمعلم جوده. معلم جوده؟ معلم جودة قالها كده؟ بابا
بابا يا ريت نواجه الموقف بصراحة، يا ريت تراسيني أنت على الحقيقة علشان تفوقني من الكابوس اللي أنا عايش فيه. بابا بابا أنا يهمني كلمتك أنت يا بابا. طيب اسمع، أنا عايزك تنساها خالص وتبعد عنها، الغيها المخ خالص، ما تفكرش فيها وما تسألنيش عنها أبدا. مستحيل يا بابا. مستحيل؟ مستحيل ليه؟ لأن الإنسان ما يقدرش يهرب من نفسه. الحلوة كانت جزء مني بالأمل، ودلوقت بقت جزء مني بالواقع بالحقيقة. أنساها؟ أنساها إزاي يا بابا؟ بابا أنا حاسس إنك بتواجه الأزمة لوحدك. صارحني بالحقيقة يا بابا علشان أقدر أساعدك وأقف جنبك. بابا أنا ابنك الكبير وأنت أبويا، وأنا لا يمكن أتخلى عنك أبدا، بس لازم تصارحني علشان أبقى على نور، ما تخبطش. يعني يا حسن هتقف جنبي وتساعدني؟ طبعا يا بابا. أنا كنت فعلا مقدر ده فيك يا حسن، لأنك دراعي اليمين وابني الكبير ماليش حد غيرك أعتمد عليه أبدا. تقدر تعتمد علي يا بابا. حسن الله، الحقيقة هي اللي انت قلتها يا حسن، الحلوة تبقى أختك شرعا يا بابا. ايوه شرعا. انا ما ارتكبتش خطيئة يا حسن، ما ارتكبتش خطيئة يا ابني. هي كانت نزوة صحيح ساعة ما فكرت وقدرت واتجوزت امها، لكن لا، البنت كانت حلوة وجميلة ومليانة حيوية وشباب، وكانت بترد علي هنا في الوكالة وفي البيت تبيع لي سمنة ولبن وزبدة وعجبتني قوي وسيطرت علي رغم مركزي، ما كانش يجب اعمل العمل اللي عملتها دي. ما كانش يجب اعمل ده. نهايته يا حسن، نهايته تم الجواز وخدتها قعدتها في شقه صغيره في المركز، وبعدين نقلتها شقه تانيه عشان امك ما تاخدش بالها، لانها كانت ساعات تحب تنزل معايا المركز وما تحبش تنزل الا معايا في الشقه دي. ومين كان الشهود يا بابا؟ كان المعلم جوه ده يا ابني، لانه صاحبي وجارنا، وكان عمك عطيه لانه كان شغال عندي في المحل، وكان بتعتبره زي ابوها وقريب ليها من بعيد. ورحنا عند المأذون لقينا عبد البديع افندي الناظر، فشهدوا على العقد. هم دول اللي كانوا موجودين، ما فيش غيرهم. وبعدين يا بابا ايه اللي حصل؟ على قبلين انا ما حسيتش بالنزوه دي الا لما لقيت سعديه حامل بقى، وحسيت كلام الناس بقى هيقولوا ايه لما يلاقوني اتجوزت سعديه بتاعت اللبن والزبده، هتبقى فضيحه وبجلاجل ليا، والبيت هيتخرب وسمعتي هتضيع ووالدتك هيحصل لها انهيار. فاكتشفت يا ابني انا غلطت غلطه كبيره جدا، ولازم اضع حد للغلطه دي، وحد فوري سريع. وفعلا قررت اطلقها، وعشان ما تفضحنيش في الكفر وما تقلبش عليا الدنيا، عرضت عليها انها تتجوز واحد عندي عامل في الوكاله، كان راجل غلبان الله يرحمه اسمه ابراهيم المناديلي. كان راجل غلبان وضعيف وما يقدرش يرفض لي كلمة أبدا. نهايته استنيت عليها لما ولدت، وكتبت كتابه عليها
وخليته يكتب البنت باسمه. وهي وافقت ازاي يا بابا؟ لا يا ما كانتش تقدر تعارض، ما كان لهاش حد، ما كانتش تقدر تعارض ابدا يا ابني، وما كانش حد يقدر يعارضني ابدا في الايام دي غير عطيه، ويمكن اللي كان بيقدر يعارضني، ويمكن ده السبب الوحيد اللي خلاه ساب الشغل عندي. هو عطيه، انما سعديه راضخت، لان انا كنت بديها فلوس كتير، سبت لها الشقه وكنت بديها مصاريفها زي ما كانت مصاريف في البيت تمام، زي ما كانت معايا في البيت تمام، وكنت ببعت لها مصاريفها هي وجوزها. خدت مني فلوس كتير قوي يعني، هي وجوزها. ما وبعد 5 سنين بعد ما مات جوزها جت الكفر وقعدت قريب مني وقعدت في بيت عطية لأول مرة، ومراته رحبت بيها وكل حاجة. وبعدين الحقيقة حسن يا ابني بقى أنا خفت بقى لا تيجي تقول لي وتطالبني بحقوقها وحقوق بنتها، فاديتها البيت عشان تقعد فيه والقهوة عشان تعيش منها من غير عادي إيجار ولا بيع ولا شراء ولا أي حاجة أبدا، وقلت لها تبعد عني وتسكت. ودارت الأيام والبنت كبرت والكل صار بيبصلها حتى أنت يا حسن. يا ريتني ما سألتك، يا ريتني ما عرفت الحقيقة يا بابا، يا ريت. ما قلتليش انت مستنيه مين دلوقتي؟ اديك قاعد معايا يا بلبل، هتشوف بنفسك. طب افهم برضو. استني يا اخويا يا بلبل. اخوكي؟ وانت ليك اخوات؟ أمال فاكرني مقطوع من شجرة يا بلبل زي ما بيقولوا؟ بس أنا ما سمعتش قبل كده إن ليك إخوات. مفيش حد مقطوع من شجرة، أوعى تصدق يا بلبل. طب مين أخوك؟ أهو أهو جاي هناك أهو. يلا امشي أنت دلوقتي يا بلبل، امشي. اهلا يا حسن، نفسي ازعق باعلى صوتي واقول للناس دي كلها مين انت اخويا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا حلو؟ ليه يا حسن؟ احنا مش اخوات؟ عقلي عقلي وبلاش جنان. عقل ازاي بس يا حسن؟ هو انا بقى فيه عقل؟ بعد اللي عرفته ده هيبقى فيه عقل؟ حلوه، المساله مش هتبقى سهله زي ما انت متصوره. ليه بتقول ان المساله مش هتبقى سهله؟ طبعا. الله، هي مامتك مش قالت لك على كل حاجه؟ طبعا. وقالت لك ان بابا راح لها البيت وهددها بالطرد من البلد؟ قالت لي على كل حاجه. في حكايه جديده كمان. ايه هي؟ البيت اللي انتوا قاعدين فيه والقهوه مالهم؟ يبقوا ملك ابويا. ملكو؟ الله، هي مامتك مش قالت لك على الحكايه دي كمان؟ انت تقصد ايه يا حسن؟ حلوه اتكلمي انت، اتكلمي، انا عايز اسمعك. فاكر زمان يا حسن لما كنت وحيده وماليش حد؟ معلش خلينا في الوقت. زمان كنت بتقولي هتقف جنبي حتى لو الدنيا كلها وقفت ضدي، كنت بتقولي ان انت هتتحدى اي حد يقف ضد حبنا. لكن انا دلوقتي خلاص ما بقتش لوحدي يا حسن، بعد ما عرفت نفسي، بعد ما عرفت ان احنا اخوات، ما
بعد ما بقينا اخوات بحق وحقيقي. جاي دلوقتي تقول لي ان المساله مش هتبقى سهله؟ تقصد ايه يا حسن؟ اتكلم قول بصراحه. يا ريت تصرحيني انت يا حلوه. اه لازم اصرحك بيه وانا مش متاخر. تقولي لي ايه اللي ممكن اعمله بالظبط؟ خلاص بقيتش قادر افكر. حسن اوعي تخليني اشوف الدنيا بعينين سودا اكتر من انا كنت شايفاه. ده الحاجه الوحيده اللي فاضلالي. حلوه انت عارفه ان حبنا وجوازنا بقى مستحيل. انا مش بتكلم عن الحب والجواز، احنا اخوات. عارف يعني ايه اخوات؟ وايه اللي ممكن اعمله دلوقتي؟ تاني بتسالني السؤال ده؟ عايز اعرف. انت مش عارف؟ لا لا حقيقي مش عارف. مش عارف. تعبان تعبان قوي يا حلوه. مش عارف اعمل ايه. اقف مع ابويا واهلي ضدك ولا اقف معاكي ضد ابويا واهلي؟ اقف مع الحق يا حسن. انه حق؟ ما كل واحد فاكر انه على الحق. يبقى خلاص. خلاص يعني ايه؟ مفيش. انا ماشي. ماشي ازاي؟ كنت عاوزه تقابليني ليه؟ غلط. طب ارجوكي ارجوكي ما تمشيش. ما هو كمان ما تسيبينيش وانا في الحاله دي. عايز مني ايه يا حسن؟ اتكلم. مش عارف مش عارف مش عارف اقول لك ايه. اتغيرت قوي يا حسن. مش انت حسن اللي انا اعرفه؟ مش ممكن. عارفه يا حلوه، حاسس كل حاجة حواليا بدأت تنهار. كل حاجة، كياني نفسه بدأ ينهار. بدأت أشك حتى في نفسي. إزاي كل ده حصل؟ ها؟ إزاي؟ إزاي أبويا اتجوز أمك؟ ازاي خلي فيك وتخلى عنك؟ ازاي كان شايف اهل الكفر كلهم بيعاملوك المعامله دي وساكت رغم انه عارف انك بنته؟ ازاي؟ ليه ما سالتوش هو السؤال ده؟ اساله هو؟ ايوه، ده ابسط حاجه كان لازم تعملها بعد ما عرفت الحقيقه. ليه ما واجهتوش وقلت له ليه عملت كده؟ ليه اتخليت عن بنتك وسبتها للغربان ينهشف سمعتها وسيرتها وانت واقف تتفرج؟ ليه سكت وانت شايف دناك وهو بيتعذب وبيصارع الوحوش اللي عاوزين ياكلوها؟ ليه اتقبض عليا قدامه وخدوني النقطة وهو واقف يتفرج وانا طاشي ما قالش كلمة واحدة وانا من لعبه قدامه؟ كيف تسألني انا؟ سألتوش هو ليه؟ أنا سألته. سألته؟ واعترف لي بكل حاجة. قالك إن أنا بنته؟ أيوة. وبعدين؟ بعدين إيه؟ ولا حاجة. ولا حاجة حلوة. أبويا حاسس إنه في معركة خصمه فيها سعدية بتاعت اللبن والسم. هيسوى إيه في نظر الناس لو انهزم قدامها؟ راسه هتبقى في الأرض، سمعته، مركزه، كرامته، بيته،
وامي، امي موقفها هيكون ايه؟ ابويا في موقف رهيب، ممكن يدمره، يدمر كيانه كله. هو حد كان قال له يعمل اللي عمله ده؟ احنا مش في موقف محاكمته دلوقتي. يبقى انا اضيع وحقي وكرامتي يفضلوا في الوحل. مفكرتش فيه يا حسن، مفكرتش في مصيري؟ كل همك ابوك وسمعته وكيانه ومركزه. طب وانا؟ انا مفكرتش في كياني ومركزي وسمعتي؟ مفكرتش في كرامتي؟ في حقي؟ في عذابي وضياعي السنين السودا اللي انا عشتها وهو واقف يتفرج عليا ما يتكلمش؟ مفكرتش فيه يا حسن؟ كفاية بقى، كفاية يا حلوة، أرجوكي. كفاية يعني ايه؟ يعني أنا مش عارف، مش عارف أعمل إيه. أقف معاه ضدك ولا أقف ضدك معاه؟ ها؟ أنت كنت حبيبتي، دلوقتي بقيتي أختي. أنت أنا مش عارف، مش 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 عارف، مش عارف اتصرف ازاي، مش عارف، مش عارف. طب اسكت، اسكت، تخلي صورتك تتهز في نظري اكتر من كده. مادام مش عارف تعمل ايه، لا انا ولا اي انسان في الدنيا هيقولك تعمل ايه. انت اللي لازم تاخد قرارك بنفسك. تراكي يا حسن، ايه دخل الرجولة في المصيبة اللي احنا فيها دي؟ الرجولة ما بتظهرش غير في الأوقات الصعبة، ودي اللحظة الصعبة. لا، دي لحظة مستحيلة، مش صعبة، مستحيلة. يبقى خلاص، روح اقف معاه ودوس عليا انت كمان. روح اقف معاه، انا مش عاوزاك تقف معايا حتى لو الدنيا كلها اتقلت عني. مش عاوزة منك حاجة، مش عاوزة منك حاجة خالص. حاجات كتير قوي في الدنيا دي مبنية على غلط، غلط. أنا مش مصدق كل اللي سمعته. بلبل، أنت كنت فين؟ كنت مستخبي ورا الشجرة دي، ما هنش عليا أسيبك وأمشي. سمعت كل حاجة؟ أيوه سمعت. شفت الناس بقى وحشين قد ايه يا بلبل؟ ما تخافيش يا حلوة، خايف على ابوه ومركزه وسمعته. طب انا، انا مصيري ايه؟ قلتلك ما تخافيش يا حلوة، ما تخافيش يا حلوة. انا مش فاهم انت مهموم قوي كده ليه؟ يعني دي حاجة بسيطة يا محفوظ. انت مش قلت لي ان والدك اعترف لك ان الحلوه تبقى بنته؟ ايوه، بس كان لازم ينورني علشان اقدر اقف جنبه واواجه التيار معاه. ده انا ابنه الوحيد، ابنه الكبير. يعني انت مقتنع بموقفه؟ انا حاسس بازمته، بس مش عارف، مش عارف الحل ايه. الحل انه يعترف بيها، وبيقولوا يا اخي الرجوع للحق فضيله. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه انه راجل شجاع بيعترف بغلطه ويحاول يصلحه. لا، ده معناه الانتحار بالنسبه له. انت شايف كده؟ ده رايه، انا حاسس بيه. طب ايه الحل؟ انت رايك ايه؟ رايي؟ ما هو لازم يكون لك راي. مش عارف، مش عارف حقيقي، مش عارف يا محفوظ. والدك كان عاوزني اخرجها من البلد هي وامها. يا ريت، يا ريت يا محفوظ، يا ريت، يا ريت. انت كمان بتقول كده؟ انا قلت ايه؟ حسن، انت يظهر عليك تعبان فعلا. فعلا انا تعبان، تعبان قوي. انما ايه الحكايه؟ أنا شايف إنك متعاطف معاها أوي وبتدافع عنها،
تغيرت موقفك منها ولا ايه؟ ما انا قلت لك قبل كده انا فعلا كنت متشدد وقاسي مع البنت دي، لكن لاني ما كنتش فاهم حقيقتها وكنت فاكر انها تسبب لي مشاكل في الكفر، كان يهمني ان انا اخلص منها باي شكل عشان الكفر يروق. وتفتكر النهارده متاعبها هتزول؟ النهارده الوضع اتغير تمام يا حسن. النهارده عرفت انها مظلومه وان والدك ظلمها 20 سنة من يوم ما كان الجنين في بطن امها، وتاكدت منه شخصيا. هو شخصيا اكد لي انها بنته شرعا، وانه كان متجوز امها جواز شرعي على سنه الله ورسوله. هو اكد لك انت كمان؟ ايوه. كانت ايه المناسبه يعني؟ هو طلب مني ان انا اخرجه من الكفر، وانا صممت ان انا اعرف الحقيقه الاول. مش كل حاجه الواحد لازم يعرفها. حسن انا بستغرب انت ازاي بتتكلم بالطريقه دي؟ انت كنت بتحبها وعاوز تتجوزها. محفوظ افهمني بقى، افهمني ارجوك. انا حقيقي مشفق على ابويا وخايف عليه. ابويا لو اتهزم قدام سعديه هيموت، امي كمان هتنهار، بيته كيانه كل حاجه في حياتنا هتنهار يا محفوظ. وانا مش عارف اعمل ايه. اقف مع ابويا واحميه واسنده واحاول اخليه يخرج من الازمه اللي هو فيها، ولا اقف مع الحلوه ضده علشان كنت بحبها وعايز اتجوزها زي ما بتقول. تقف مع الحق. اي حق؟ ما ابويا كمان معاه حق. الله، راجل بيدافع عن سمعته ومركزه وكرامته. حسن، الحق ملوش وجهين. تقصد ايه؟ قصدي البنت دي ابوك ظلمها ولازم يرد لها اعتبارها. بس الواحد لازم يقف في صف اهله. واللي بقوله ده لمصلحتكم برضو. يعني ايه؟ يعني بلاش الشوشره ووجع الدماغ. انا مستعد اقنع سعديه انها ما ترفعش قضايا في نظير ان والدك يعترف بالحلوه ويصحح الوضع. لا 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 يمكن. ده مستحيل. يظهر ان خلاص عديت موقفك فعلا. انا انت خايف من ايه؟ السعديه جايز ترفع قضيه يا بابا. ما ترفع قضيه انت ايه؟ انا الكفر كله في جيبي. انا الشهود اشتريتهم خلاص. اشتريتهم؟ ايوه. ما انا قلت لك ما تحملش هم الحكايه دي، ما تخافش منها ابدا. ها؟ طب وعم عطيه هتعمل معاه ايه؟ ده لا يمكن هتقدر عليه. بكره شوف. والمأذون يا بابا، ده راجل مش صغير. لا صغير ولا كبير. أنا عارفهم كلهم واحد واحد، وعارف نقط الضعف اللي فيهم. يعني إيه؟ يعني ولا يهمك أبداً، يعني ما يهمكش حاجة من ناحية الشهود دول، ده أنا حاططهم كلهم في جيبي. محفوظ. أي كروت الفرح أهي. فرقتي منها حاجة؟ شوية مش كتير. إيه؟ أنت اتضايقت ولا إيه؟ لا أبداً. على العموم اطمن يا سيدي، مش انا اللي بفرق، دي ماما وعزم ايه البلد كلها دايره بقى على بنت يا سيدي. حتى كمان ايه عزمت الحلوه مامتها. الحلوه؟ انت لسه بتشوفيها وبتكلميها؟ يضايقك اني اشوفها واكلمها؟ ولا خايف لابعت لها الشكوى اللي كنت هكتبها ضدك؟ لا ابدا. شكوى دي بقى؟ ما خلاص. على العموم اطمن، هي نسيت الحكايه دي، وانت كمان ربنا هداك. انا ما كنتش ضدها زي ما انت فاهمه. انا فعلا كنت بتشدد عليها، لكن لاني ما كنتش فاهمها. قولي لي، هو حسن ما كلمكيش في الموضوع ده؟ موضوع ايه؟ اصله كان عندي النهارده في المكتب وكنت بتكلم معاه في موضوع الحلو. لا حسن ما شفتوش من ساعه ما خرج النهارده لحد دلوقتي. قولي لي يا نفيسه. نعم. انتي ما تعرفيش ان الحلوة تبقى اختك؟
أختي. إيه؟ ما سمعتيش؟ برضو حسن ما قالكيش. أنت كمان سمعت على الحكاية دي؟ أنا مش سمعت بس، ده أنا عرفت كل حاجة، وعرفتها من المصدر الوحيد اللي مش ممكن يكذب على نفسه. قصدك مين؟ والدك. بابا، بابا قالك إن الحلوة تبقى بنته؟ أيوة. إيه نفيسة؟ بتبصيلي كده ليه؟ صراحة يا محفوظ، أنا حاسة إنك بتوقعني أو بتجرجرني في الكلام. أنا لا بوقعك ولا بجرجرك في الكلام، أنا مش طالب منك معلومات، ده أنا اللي بقولك على المعلومات اللي عندي يا نفيسة. لكن إزاي؟ مش معقول بابا قال لك إنها بنته. أصله كان طالب مني أخرجهم من الكفر، أبعدها هي وأمها. تخرجهم من الكفر؟ مش معقول. طب ليه؟ ده اللي خلاني افتح معاك الموضوع دلوقتي يا نفيسة. انا عملت لكم كوبايتين العصير دول على ما اعمل لكم القهوه. مش معقول يا طنط حضرتك تتعبي نفسك للدرجات دي. هو انا هيجينا عزي منك يا ابني؟ طب عنك انت يا ماما، انا هحضر العشاء ده. ودي معقوله وتسيبي خطيبك قاعد لوحده؟ طب استريحي شويه يا ماما. انا مرتاحه على الاخر يا نفيسة، ما تحمليش هم. عن اذنكم مش هغيب عليك. يلا يا سيدي اتفضل. متشكر. كمل كلامك يا محفوظ. انا خايف من حاجه واحده بس يا نفيسة. ايه هي؟ اصل والدك واخد الموضوع تحدي ورافض يعترف بالحلوة أو يرد لها حقها. والدك ظلمها كتير قوي يا نفيسة، وناوي يستمر على موقفه ده بإصرار وبتحدي أكتر. ده حتى يبقى حرام عليها، هي مالها الذنب؟ أنتِ شايفة كده؟ محفوظ، أنا أكره الظلم مهما كان. تفتكر يا نفيسة لو والدك طلب مني أساعده في موقفه ده ضد البنت المظلومة؟ لا، أنا ما أقبلش. ده يبقى حرام، فعلا حرام. متشكر يا نفيسة، ريحتيني. محفوظ، انت كنت متصور اني هقول لك حاجه غير كده؟ لا، انا عارف قلبك الطيب واخلاقك العاليه. طب حاول تقنعه يا محفوظ، مش معقول بابا يعمل كده. والدك مش هيقتنع، انا عارفه. بعدين يا نفيسة أنا خايف إنه يعمل أي تصرفات تحرجني أنا شخصياً. يحرجك إزاي؟ أصل عرفت إنه بيهددهم بالطرد من البيت والقهوة، بيقولوا إنهم ملكه وعاوز يطردهم منها. يطردهم من البيت والقهوة؟ طب وده يحرجك في إيه؟ جايز يا نفيسة يلجأوا لي بصفتي مسؤول الأمن. يلجأوا لك؟ تفتكر يا نفيسة أقف مع مين في الحالة دي؟ أقف مع نسيب الظالم ولا مع بنته المظلومة؟ على أي حال أنا عارف رأيك من غير ما تقوليه، بالتأكيد هتقولي له أقف مع الحق مهما كان. هو كده فعلا، بس ده جايز يأثر في النهاية على مشروع جوازنا. تفتكر كده؟ أصل حسيت بأن والدك عايز يربط بين موقفي وبين جوازي منك. اعمل اللي يمليه عليه ضميرك وسيب الباقي على الله. نفيسة، انت انت بتزيدي في نظري دايما يا نفيسة. اما اخوك حسن مش كده ليه؟ حسن ماله حسن؟ ابدا. بالمناسبه في حاجه عايزه اقولها لك. قول. اذا شفتي الحلوه انصحيها انها ما تعملش شوشره في الكفر
وإذا كانت عايزة توصل لحقها يبقى لازم ترفع قضية إثبات نسب. قضية إثبات نسب؟ ده الطريق الوحيد الصح، وأنا متأكد إنها تكسبها 100%. حاضر يا محفوظ، هقول لها. يا ترى بعت لي ليه وعاوز مني إيه؟ ده احنا من زمان مفيش بينا وبين بعض تعامل، من ايام ما كنت بدير له الوكاله واختلفنا عشان موضوع سعديه لما جات لي واشتكت لي منه وتقول لي عاوز يتخلى عنها ويتجوزها لابراهيم المناديلي ويكتب العيل اللي ببطنها باسمه. ما عجبنيش تصرفه ده، قلت له حرام عليك، دي سعديه مراتك وانا اللي كنت وكيلها في عقد الجواز. طردني من الدكان. طب بعت لي قبله النهارده ليه بعد 20 سنة؟ يكون بسبب الحكايه اللي قالت لي عنها سعديه؟ طب وعاوزني في ايه؟ عاوز مني ايه؟ اهلا يا عطيه، اهلا 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 بيك يا راجل يا وحش. اهلا سي مختار. يا طب اقعد اعطيك. اقعد 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 تستريح حبيبي. اقعد اقعد اقعد. ايه يا عطيه؟ ولا كاننا كنا نعرف بعض خالص يا راجل، ده كده برضو. ايه يا عطيه، هي كانت قطيعه العمر ولا ايه؟ لا ابدا يا سي مختار، هو نقدر. قول يا عطيه، انت ما حدش بيشوفك ليه؟ مشاغل الدنيا يا سي مختار. يا سلام، الحياة تشغلك للدرجة دي يا عطية؟ انت مفيش بيت في الكفر اللي تدخله يعني جات لغاية حد بيت انا وقفلت؟ يا سي مختار انا ما بدخلش بيت حد الا ما بيطلبني عشان شغل، وانت لا مؤاخذة ما طلبتنيش. يعني افرض ما طلبتكش يا اخي، ما فيش دخول لبيت الا اذا كان فيه مصلحة يعني، ولا مش القصد يا سي مختار. يعني ايه يا عطيه؟ ولازم الناس بتتعامل مع بعض ولازم تسال على بعض يا عطيه، ده اللي الكفر بتاع عادي كده والناس معدودين على راي المثل يعني. على كل حال انا تحت امرك، اول ما قالوا لي وقالوا لي انك انت طالبني جيت على طول. انا عايز اشوفك واطمن عليك، انا مزايق، انا بفكر فيك، ما نسيتش العشره ولا لقمه العيش ولا العشره الطويله دي كلها ولا اللقمه اللي كلناها سوا. فيك الخير يا سي مختار. ها وعامل ايه دلوقتي؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه الشغل ولقمه العيش. اهي ماشيه بلقط رزقي من اي شغلانه تجيني. اشتغلت نجار وسباك ومبيض حيطان وحلواني وعلى رأي المثل 7 صنايع والبخت ضايع. اخص عليك يا عطيه، اخص عليك. طب وليه ما تجيش ترجع شغلتك عندي في الوكاله؟ ارجع شغلتي في الوكاله؟ ايوه عطيه، وانت لو جيتني قلت انا يا عطيه يعني هقدر اتاخر عنك لو انت رجعت جيت طلبت شغلتك عني، ده انت راجل طيب وكنا بنستبشر بيك وبطيبتك. تعيش تعيش يا سي مختار تعيش. مش بجاملك يا عطيه، انا بكلمك جد مكانك محفوظ عندي في الوكاله، لو جيت بكره حبيت تستلم شغلك هتلاقي مركزك زي ما هو، رغم انك انت سيبنا بقالك اكتر من 20 سنة ومش هتتعب زي زمان ابدا. كل اللي انا عايزك فيه انك هتقعد قدام الوكاله، ولانك راجل امين وانا بثقش بحد غيرك. انت بتتكلم جد يا سي مختار؟ انا بتكلم جد الجد، لو ما كنتش بتكلم جد ما كنتش بعت لك. انا عايزك فعلا ومحتاجك يا عطيه، وهدي لك المهاية اللي انت عايزها. الله، قول لي قبل، انت بتكسب قد ايه من الشغلانه اللي انت بتشتغلها دي؟ اهو الحمد لله بابات ما تعشي انا وام العيال. طيب انا
هدينك ما هي 30 جنيه. تلاتين جنيه؟ اي وعندك الوكالة يا سيدي، هي خد منها اللي انت عايزه، كل طلباتك خدها من الوكالة يا سيدي، وربنا يعني مبارك وفيه خير كتير قوي. تعيش يا سي مختار تعيش. وادي يا سيدي 30 جنيه هما أجرة شهر مقدما زي ما اتفقنا، وتيجي تشتغل من بكره زي ما فهمتك. وكل اللي انا عايزه منك انك تجين الوكاله وتقعد قدامها كده وانت مستريح وحاجه عظمه، وتقابل اللي داخل واللي خارج. حلوة حلوة. والبويا تعال. انت رايحة فين يا حلوة؟ قصدي غصب عني بسألك، ما تزعليش مني. انا مش زعلانة منك يا بولبي، انا رايحة عند انفيسة اختي، قصدي انفيسة بنت عمو مختار. انت لسه بتروحي لهم يا حلوة؟ معلش يا بولبي، وانا لازم اعمل كل اللي اقدر عليه علشان اوصل لنهاية الطريق. انا بكتشف معادن الناس الحقيقية يا بولبي. صحيح الناس ما بتبانش على حقيقتها الا وقت الازمه. طب ويا ترى انا معدني طلع كويس؟ اكيد يا بلبل، انت احسن واحد في الكفر. انا حلوه لسه راجع من عند عمي في الغيط. اصل زي ما انت عارفه ان انا وارث 3 فدادين عن المرحوم ابويا، وان عمي هو اللي مأجرهم. مش عارفه لكن ليه؟ انا خلاص اتفقت مع عمي انه يشتري ارضي. ليه يا بولبي؟ حد يبيع أرضه؟ عشانك انت يا حلوة. عشاني أنا؟ أيوه عشانك انت حلوة. لازم يبقى معاكي فلوس علشان تقدري ترفعي قضية وتثبتي حقك. القضية محتاجة فلوس كتير عشان المحامي ورسوم. مش معقول، ليه عملت كده يا بولبل؟ مالك بتبصلي كده ليه يا بولبل؟ حلو، نفسي في يوم اشوفك فرحانه يا حلوه، اشوفك فرحانه، نفسي احرق الدنيا دي كلها واهدها فوق دماغ اي حد يسبب لك لحظه الم واحده. مستعد اعمل اي شيء في الدنيا عشان اشوفك فرحانه يا حلوه، مش هبيع ارضي وبس. بس انا هزعل منك قوي لو لقيتك بعت ارضك. تزعلي؟ انت مش عاوز تشوفني فرحانة؟ انا مش هبقى فرحانة لو لقيتك بعت ارضك. اوعى يا بلبل، اوعى تفرط في شبر واحد منها، احسن هزعل منك. طب ومصاريف القضية يا حلو؟ انا معايا تبقيت تمن الغوايش اللي انا بعتهم، وابي محوشالي قرشين تانيين. من حياتي ما تشيلش هم يا بلبل. المشكلة مش في مشكلة الفلوس. امال المشكلة في ايه؟ المشكلة في الناس يا بلبل. الناس؟ أنا إذنك دلوقتي يا بولبول. أنت برضه هتروح لنفيسة؟ أيوه. تعال يا حلو اقعدي. فرصة إننا لوحدنا. استني ما اجيب لك حاجه ساعه. لا بلاش، خلينا قاعدين شويه لوحدنا قبل خالتي ما ترجع. لا اطمني، ماما دايره على بيوت الكفر بيت بيت عشان تعزمهم على الفرح. صحيح، ما هي عزمتني انا كمان. انا كنت جايه لك لكن هي قالت انها اديتك دعوه، لازم تحضري اوعي تتاخري. على كل حال الف مبروك، ربنا يتمم لك بخير. عقبالك يا حلو. مش باين مش باين بقى الحلاوة دي كلها يا واد وتقول مش باين ليه؟ هما العرسان عمي ولا ايه؟
اصلي من يوم ما فتحت عيني على الدنيا وانا ما كنتش بشوف قدامي غير واحد بس، ما كنتش بحب غير واحد بس. وانت عارفه يا نفيسه؟ عارف. قصدك اخويا حسن؟ ايوه. اخباره ايه؟ انت ما قابلتهوش؟ قابلته، لكن لحد دلوقتي مش مصدقه. مش مصدقه ايه؟ احكي لي ايه اللي حصل. حصل حاجات كتير، انا مش عارفه اذا كنت انت عارفه ولا لا، لكن صممت ان انا اجي اقابلك بنفسي لاني عايزه احط ايدي على حاجه ترجع لي ايماني بالناس، بالعدل وبالخير. مش ممكن الناس كلهم يكونوا وحشين. حلوه، احيانا بتبقى في ظروف قويه جدا اقوى منهم. ظروف؟ انا عرفت كل حاجه. عرفت ان احنا اخوات؟ ايوه. واللي عرفتيه ده انت متاكده منه ولا عندك شك فيه؟ لا يا حلو، متاكده منه. طير حنين انجرف في موجته الاختي، وفي حضني بعض ترموا وبكوا الاتنين. طير حنين انجرف في موجته الاختي، وفي حضني بعض ترموا وبكوا الاتنين. مع انهم ساكتين، مع انهم ساكتين، مع انهم ساكتين. المهم يا حلوة، انت هتعمل ايه؟ انا؟ ايوه، انا شايفة ان التيار كله ضدك، حتى اخويا حسن مش عارف يعمل ايه. هو اتكلم معاكي؟ ايوه. قلتوا ايه؟ احكي لي يا نفيس، ليه حسن بقى كده؟ مش عارفه اقول لك ايه يا حلو. انا في ورطه زيك بالظبط من ساعه ما عرفت الحكايه دي، وانا متلخبطه بين حبي للحق وخوفي على بيتنا من انه يتهد. مختار يبقى ابويا وحسن اخويا، واللي أهم من ده ومن ده أمي. أمي الست طيبة اللي على نيتها. أمي لو عرفت الحكاية دي يمكن تروح فيها. بالعكس يا نفيسة، والدتك لو عرفت الحقيقة هتغفر وتسامح. ده هي اللي قالت للمسامح كريم. طب ما بتاعها هي جايز تزعل وتتأثر شوية، لكن مع الوقت هتغفر وتسامح. خصوصا لو راحت موقفي انا ذنبي ايه؟ انا ليه اضيع وحقي يضيع وعمري كله يضيع؟ مين يقبل الظلم؟ امك تقبل الظلم؟ طيب سيبيني انا وانا اتكلم معاها. لا ارجوك ارجوك يا حلوه بلاش، هي هتعرف لوحدها، مفيش حاجه بتستخبى ومصيرها هتعرف. يبقى فاضل ايه؟ مش عارفة. يبقى فاضل ان انا بنت سعادية الفلاحة، بيعت السمنة واللبن، ازاي تتجوز اكبر تاجر في الكفر، مركزه وسمعته. حلوة، ارفع قضية. انت بتقولي ايه؟ بقولها لك من قلبي، بقولها لك بكل صدق، رغم ان ده هيكون صعب على ابويا، لكن انا عارفه ان ابويا مش هيغير موقفه الا اذا اثبتي حقك بالمحكمه.
اثبت حقي بالمحكمه. ده الحل الوحيد. تعرف ان محفوظ هو اللي قال لي كده؟ محفوظ؟ ايوه، اتفاجئت انه عارف كل حاجه. طب لو رفعت قضيه وطلبتك للشهاده وبترديش لي يا نفيسه؟ مش عارفه حقيقي، مش عارفة. طبعا استني استني، انت رايحة فين؟ روح. انتي